السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا بكم مرة تانية مع مراجعة اشتباهات في منهج كونكت بلس، واللي جايبها لي في أول الكتاب بيراجع لي بيها على كونكت بلس 4. طبعا احنا قسمنا المراجعة دي على 3 حلقات، اللي حابب يرجع للحلقة الأولى والحلقة التانية إن شاء الله ممكن يدخل على صندوق الوصف هيلاقي الرابط بتاع الحلقتين موجودين إن شاء الله. تعالوا يلا نكمل مراجعتنا وآخر حلقة في المراجعة اللي جايبها كتاب اشتباهات في أول الكتاب، وشكل ما قلنا هو جايب لي مراجعة خفيفة كده على الجرامر. مديني طبعا الجرامر بتاع النهاردة الباست كونتينيوس تنس. طبعا باست كونتينيوس تنس يعني زمن الماضي المستمر. احنا قلنا حبايبي ان مفيش اي زمن مستمر ابدا، مش هلاقي فيه فيرب بلاس اي ان جي ومعاه كمان فيرب تو بي. طبعا في المضارع المستمر كان فيرب تو بي ده ام واز وير، اما في الماضي المستمر حبايبي ففيرب تو بي هيبقى واز وير، لان احنا قلنا ماضي مستمر. فبالتالي زمن الماضي المستمر بيكون من was or were plus verb plus ing، يعني was aware ومعها الفعل في ing. طبعا مهم جدا ان اعرف حاجتين، اول حاجة لازم اكد ان was and were are followed by verb plus ing، يعني لازم يجي وراهم فعل في ing. تاني حاجة لازم اعرف مين اللي بياخد was ومين اللي بياخد were من الاسماء والضمائر. طبعا انا عارف ان i بتاخد was، طب هي وشي وات اللي بياخدوا واز، ومعهم كمان حبايبي السنجلر ناون الاسم المفرد برضو بياخد واز، يو وي اند ذي كل ده بياخد وير، ومعهم كمان البلورال ناون يعني الاسم الجمع برضو بياخد وير. يبقى اذا لما اقول لي هي واز اقول ريدنج، ما ينفعش اقول ريد، احمد واز تقول بلاينج، ما ينفعش اقول بلاي، وي وير واتشينج، ما ينفعش اقول واتش، يبقى واز وير هيجي وراها فيرب بلس اي ان جي. ثانيا انا اكد جدا لان ساعات يقول لي يا ترى اي واز ولا اي وير، هقول له لا اي واز، طب هي وشي وات هقول له واز، طب يو وي وذي هقول له وير. طبعا حبايبي انا عارف لما جام في جمله الماضي المستمر كل اللي انا بعمله بحط ورا واز اند وير نوت، احط وراهم نوت اما بالشكل الكامل ان او تي اور ان ابوستروفي تي، ويبقى انا كده نفيت الجمله اللي في الماضي البسيط. عارف حبايبي ان was were دول helping verbs يعني افعال مساعدة، يعني معناها ان لو جم في اول السؤال بيكون معناهم هل، وبجيب وراهم الفاعل بتاعي وبعدين الverb بيجي وراهم plus ing عشان دي was and were، وهم برضو اللي بيجي ورا اداة الاستفهام. طبعا من اهم علامات الماضي المستمر ان هو حبايبي بيحدد لي الوقت اللي استمر فيه الفعل في زمن الماضي. ازاي يعني؟ يعني نقول لي at 7 مثلا yesterday، الساعة 7 امبارح، يعني يحدد الوقت، ما يقوليش امبارح بس، يقولي الساعة كام امبارح، او يقولي مثلا 4 ويجيب لمدة زمنية مثلا، يعني يقولي 4 to hours yesterday لمدة ساعتين امبارح، او يقولي من الساعة كام للساعة كام، يعني يقولي مثلا from 2 to 3 يعني من الساعة 2 للساعة 3 yesterday. هنا كل ده بيقولي ان الفعل استمر في الوقت ده، في الوقت المعين ده في زمن الماضي. خدنا طبعا كلمتين اتنين دلين على زمن الماضي، وهي كلمة when ومعها كمان حبايبي كلمة while. when اللي معناها عندما، while اللي معناها بينما. كنا بنقول ان الرابطين دول بيربطوا بين جملتين، فعل كان مستمر وفعل تاني وقفه او قطعه، وهنا كان when لها قاعدة while لها قاعدة، والاتنين عكس بعض في القاعدة، بمعنى ان when بيجي وراها past simple ماضي بسيط، وبعدين الجملة التانية بتبقى past continuous. طبعا اللي بيتنقل هنا هي جملة ال past continuous، يعني ال past continuous ممكن يجي في الاول، فبالتالي when هتبقى في النص. طيب عكسها while، while حبايبي بيجي وراها ماضي مستمر وقبلها ماضي بسيط. طب لو جيت في الاول يا مستر، وايل برضو بيجي وراها ماضي مستمر. طيب تعالوا نشوف كده بسرعة التدريبات اللي هو مديها لي في صفحة 9، تدريب رقم 13 بيقول choose the correct answer، يلا نختار الاجابة الصحيحة. بيقول at 8 yesterday morning، هنا بقى ما قاليش yesterday بس، ده قال لي الساعة كام بالظبط، حدد وقت في زمن الماضي، يبقى لازم يكون ماضي مستمر، فهقول I having breakfast، اكيد هتقول لي I was having breakfast. طب نمبر 2 بيقول علي studying English last evening، هتقول يا مستر طبعا studying verb plus ing عادي، كل ده ممكن يجي معاه، هتقول لي بس الكلام في الماضي يبقى راحت is، بقى was and where، طب اخد مين، هتقول لي was لان علي اسم مفرد. نمبر 3 بيقول what were you last Thursday، بيقول لي ماذا كنت تفعل، اتفقنا خلاص ان was where الفعل اللي هيجي وراه هيكون plus ing. تعالوا يلا نشوف page 10 صفحة 10، بيقول لي my sisters were a delicious cake، قلنا حبايبي was where تاني هيجي وراها الverb plus ing. they tv yesterday evening، كانوا بيشاهدوا التلفزيون امبارح
في المساء. طبعا هتقولي الكلام ده في زمن الماضي يعني ما ينفعش اقول are watching، مال حولي we're watching. number 6 بيقولي he a bike and eating an ice cream. طبعا حبيبي هتقولي he was riding a bike. he was riding a bike يعني هو كان بيركب الدراجة. and eating، خلي بالك حبيبي eating فيها ing، فبالتالي الزمن بتاعي هيكون ماضي مستمر. تعال نشوف number 7 بيقولي what were you doing when I ate at 10 o'clock. هتقولي ادي ماضي مستمر. طبعا عندنا دي كلمة وين حبيبي، يبقى الزمن التاني لازم يكون ماضي بسيط، فبالتالي هقول when I phoned. تاني when I phoned. number 8 بيقولي ليلى was reading a story when her cousin، يعني ليلى كانت بتقرأ قصة. ادي الماضي المستمر وادي when، يبقى انا عايز ماضي بسيط، يبقى when her cousin came to visit her، يعني ليلى كانت بتقرأ لما بنت عمها جيت عشان تزورها. يبقى لاحظ حبيبي لما بنت عمها جيت هي توقفت عن القراءة. number 9 بول I was having dinner when my sister a plate. هتقول ادي ماضي مستمر، فبالتالي دي when، يبقى انا عايز ماضي بسيط فلازم اقول dropped. دروبت حبيبي يعني اسقطت. number 10 بيقولي she was doing her homework، كانت بتعمل الواجب. her friend phoned. هتقولي ده ماضي مستمر وده ماضي بسيط، يبقى على طول هاخد مين حبيبي؟ هتقولي when. when هي اللي بيجي وراها ماضي بسيط وقبلها ماضي مستمر. في الجزء اللي بعد كده حبيبي بيكلمني عن المقارنه. طبعا انا خدت لما اجي اقارن بستخدم اشكال متعدده. وقبل ما نقارن حبيبي احنا قسمنا الصفات لثلاث انواع، صفات قصيره وصفات طويلة وصفات شاذة. طبعا قلنا الصفات القصيرة اللي فيها مقطع واحد، مثلا شكل كلمة tall، شكل كلمة short، شكل كلمة big، كبير. الصفات الطويلة اللي فيها اكتر من مقطع، مثلا شكل كلمة difficult. difficult حبيبي بمعنى صعب. شكل كلمة interesting يعني شيق مثلا، دي بقول عليها صفات طويلة. طيب قلنا الصفات الشاذة محدودة ومش كتير، شكل مثلا امثلة كلمة bad، كلمة good، كلمة far، كلمة many، كلمة much، وكمان كلمة little. little معناها قليل. قلت حبيبي لما اجي اقارن الصفات، طبعا بتختلف الصفات دي في المقارنة. قلنا لما نيجي نقارن بين اتنين حبيبي، لما نيجي نقارن بين اتنين يبقى لازم وجود than بعد الصفة. وهنا الصفات هتنقسم كالتالي، صفة er، والكلام ده لما يكون الصفة دي قصيرة، او more وصفة طويلة، او الصفات الشاذة اللي بحفظها شكل ما هي. يعني مثلا خدنا كلمة bad منها worse، خدنا كلمة good منها better، خدنا كلمة مثلا far further، many and much more، little less. يبقى اذا لما اجي اقارن بين اتنين، الصفة القصيرة حط لها er، الصفة الطويلة more، عندنا worse better. الصفات الشاذة دي لازم احفظها شكل ما هي، وطبعا معاهم كلمة than. طيب لما اجي اقارن بين واحد ومجموعة، قلت حبايبي بجيب قبل الصفة than. طيب الصفة القصيرة بحط لها est. طب الطويلة قال لي بجيب قبلها كلمة must. طب الشاذة قلنا بحفظها شكل ما هي، يعني مثلا bad منها worst، good منها best، far منها furthest، many وmuch منها most، little منها least. فهنا مثلا بيقولي the tortoise is a slow animal. طبعا هنا مفيش اي مقارنة حبيبي، واحنا قلنا طالما مفيش مقارنة والاسم بتاعي مفرد، الصفة بتاعته لازم احط قبلها a or am. طيب number 2 بيقولي the tortoise is slower than the rabbit. هنا قارنت بين التورتوس والرابت. طبعا طالما بقارن بين اتنين ودي صفة قصيرة، فسويت er وحطيت than. The tortoise is the slowest animal. هنا بقى بقارنها بكل الحيوانات، فجبت ذا وصفة est. طيب تعالى كده على نموذج للصفات الطويلة. question 2 is more difficult than question 3. هنا لما جيت قارنت بين اتنين بس الصفة دي طويلة، حطيت more. طيب question 2 is the most difficult question، هو اصعب سؤال، يبقى هنا جبت the most عشان دي صفة طويلة. طيب ناخد مثال على الصفات الشاذة، the bronze medal is good. طيب the silver medal is better than the bronze medal. هنا بقارن بين ميداليتين بس دي صفة شاذة، فمن good better. the gold medal is the best medal. هي افضل ميدالية، يبقى هنا the best.
طبعا بحفظها شكل ما هي لانها شاذة، والنشاز حبايبي دايما بيتحفظ مش بيتفهم. تعالوا نشوف حبايبي يلا التدريبات اللي هو جايبها لي في صفحة 10. بقول I am than my father. هنا انا بقارن بيني وبين بابا، وعندي كلمة than يبقى على طول هجيب صفة بلاس ER يبقى shorter than my father. My sister. My sister يعني اختي. Is than me. هتقول لي في than، وهنا بقارن بيني وبين اختي، فبالتالي هجيب صفة ER. Number 3 بقول لي the river in the world is the river Nile. هنا بقارن النهر ده بكل انهار العالم حبايبي. ثانيا ان في the يبقى على طول هجيب صفة EST. Number 4 بقول لي this match is exciting match I've ever watched. اكتر مباراة مثيرة انا شفتها. هنا بقى بقارنها بكل المباريات، فبالتالي لازم اجيب the most. The most. طيب نمبر 5 بقول I think the green tie is good. يعني اعتقد ان اللعبة الخضراء دي جيدة. But the red dress is. لكن الفستان الاحمر اكيد، يبقى هنا بقارن بين اتنين، فلازم اقول is better. Better يعني افضل. تعال نشوف نمبر 6 بقول this street is than 50 meters. طبعا حاول يا حبيبي than، طالما في than يبقى اكيد صفة ER. طب الستريت ده اقول عليه taller ولا smaller ولا longer؟ هتقول لي لا longer. ليه حبيبي longer؟ لان دايما الاطوال الافقية بوصفها بكلمة long مش بكلمة طول، لان طول بتوصف الاطوال الرأسية. نمبر 7 بقول موتور بايكس ار ذان بايكس. طبعا هنا بقارن بين الموتور بايكس والبايكس، يبقى اذا لازم اجيب صفة ER وكلمة ذان. ثانيا ان هو سايب لي اصلا ذان، فاذا هقول مور اكسبنسيف تاني مور اكسبنسيف ذان. تعالوا نشوف يلا بيج 11 بيقول لي ذا تورتس از ذان ذا رابت. هنا برضو بقارن بين التورتس والرابت، وعندنا كلمة ذان بره، فعلى طول هجيب سلوور. كامبينج از holiday. طبعا هنا انا بقارن بين الكامبينج والنشاطات الاخرى، فبالتالي اقول the most exciting holiday. تاني the most exciting holiday. طب يا مستر ما ينفعش اقول exciting holiday؟ هقول لك holiday ده اسم مفرد حبايبي، لو كان عايز exciting بس ما فيش مقارنه كان لازم يقول لي an exciting holiday. تعال نشوف نمبر 10 بيقول لي the lion is than the fox. برضو بقارن بين اتنين، فلازم اقول stronger عشان في كمان than. نمبر 11 بيقول لي the desert in Africa is صحراء desert. طبعا هنا بقارن بين الصحراء دي وكل الصحاري اللي في افريقيا. ثانيا في the، فلازم اختار largest، ما ينفعش اقرر the تاني. نمبر 12 بيقول I think running is the interesting sport. يبقى انا بقارن هنا running بكل الرياضات، فلازم اقول the most. خلي بالك دي صفة طويلة. بيقول Mount Everest is mountain in the world. برضو هنا بقارن Mount Everest بكل جبال العالم، فلازم اقول the highest mountain. The highest mountain in the world. تعال نشوف نمبر 14 بيقول لي football is a sport of all sports in my country. في كل الرياضات، يبقى بقارن كرة القدم بكل الرياضات، فلازم اجيب ذا صفة AST فاقول the best، ودي صفة شاذة. نمبر 15 بيقول لي سهى is than her sister. طبعا حبايبي انا هنا بقارن سهى واختها، يبقى بقارن اتنين وفي than، يبقى اختار thinner. نمبر 16 بيقول Greenland is than the yellow land. هتقول له هنا بقارن بين اتنين الجرين واليلو، فبالتالي لازم اقول more beautiful than. تاني more beautiful than. نمبر 17 بيقول my school is than my flat. يعني مدرستي ايه؟ شقتك. طبعا بقارن هنا بين المدرسة والشقة، فاكيد bigger. bigger حبيبي معناها اكبر. طب تعال نشوف نمبر 18 بيقول my drawings are always than my sister's drawings. برضو هنا بقارن بين رسوماتي ورسومات اختي. طب وفي عندنا كلمة than، يبقى لازم اختار حبيبي worse. worse يعني اسوأ. الجزء اللي بعد كده حبايبي بيكلمني فيه عن الفيرست كونديشنال اف، يعني حاله اف الاولى. طبعا عارفين ان اف دي حبايبي معناها اذا او لو، ودي شكل ما احنا عارفين اداه شرط، بمعنى ان هي بتربط بين جملتين اتنين، شرط ان واحده تحصل ان التانيه كمان تحصل او ما تحصلش، يعني الجملتين مرتبطين ببعض. طبعا اف اللي معناها اذا او لو قاعدتها بتقول ان اف لو جه وراها present simple يعني مضارع بسيط، تبقى الجملة التانية مستقبل بول زائد المصدر. طب يعني ايه مضارع البسيط؟ يعني تصريف اول حبيبي مع اي وي وذي وي والاسم الجمع، او verb plus اس or اس or اس مع هي وشي وات واسم مفرد. يبقى هنا ورا اف دايما في مصدر او في فعل في اس او اس على حسب الفعل.
الجملة التانية هي اللي بتبقى مستقبل حبيبي. طبعا جملة المستقبل دي ممكن تيجي في الآخر أو ممكن تيجي فين حبيبي؟ في البداية، يعني قبل اف. يبقى في الآخر يا قبل اف. تعالوا نشوف يلا المثال الأولاني، بيقول if you drop a glass، لو أنت وقعت الكوباية الإزاز it، هتقول لي اه هنا بعد اف مضارع بسيط، يبقى الجملة التانية will break، يعني سوف تنكسر. طب نمبر 2 بيقول if she to bed early she will be early to school. طبعا هنا ببص على المعلوم حبيبي الأول، المعلوم اللي هي الجملة التانية، هنا will be يعني مستقبل، بيجي ورا اف على طول present simple. طيب الاثنين موجودين يبقى لازم ارجع لشي، شي بتاخد goes، تاني شي بتاخد goes. نمبر 3 بولي he will with the other eye if he closes one eye، بولي لو قفل عين هشوف بالعين التانية. طبعا will كده كده بيجي وراها infinitive يعني مصدر الفعل. نمبر 4 بولي if you aren't careful، لو انت مش حريص you hurt yourself. طبعا if مضارع بسيط يبقى الجملة التانية مستقبل، بس خلي بالك حبيبي لازم هنا اشوف المعنى، لان انا عندي will عند want، بقول لو انت مش حريص اكيد هتأذي نفسك، يبقى you will hurt yourself. نمبر 5 بقول if you add 2 and 3، لو انت ضفت 2 و 3 you will 5، قلنا will هيجي وراها مصدر. if she puts a plastic toy in water، لو احنا حطينا او لو هي حطت لعبة بلاستيك في المية it sink، يا ترى لو انا حطيت بلاستيك في المية يغطس ولا يطفو؟ هتقولي لا مش هيغطس هيطفو. طب هنا بقول لي sink، بقول لي it won't sink، it won't sink. نمبر 7 بقول لي she will be late for school، يعني هي هتتأخر على المدرسة if she a hurry، هتقول لي هتتأخر على المدرسة لو ما أسرعتش. طب يا مستر انفي ازاي؟ قلنا في المضارع البسيط النفي بيبقى don't or doesn't، يبقى doesn't hurry. نمبر 8 بيقول لي we will you if you go away، لو مشيت هنفتقدك، فبالتالي will be وراها مصدر فقول we will miss you. نمبر 9 if he every day he will be a good player، طبعا حبيبي لو هو اتمرن كل يوم اكيد هيبقى لاعب جيد. طيب فين المضارع البسيط هنا؟ trains، طب ما اخدش doesn't train، هتقولي لا لان هيبقى المعنى خاطئ. طب نمبر 10 بيقول لي if you don't do your homework، لو انت ما عملتش الواجب your teacher be angry، اكيد هيبقى غضبان، يبقى هقول will be angry يعني هيكون غضبان. طبعا حبيبي في اخر جزء من المراجعه اللي مديهاني كتاب step ahead بيتكلم فيها عن possessive adjectives and possessive pronouns، صفات الملكيه وضمائر الملكيه. طبعا عارفين حبيبي صفات الملكيه اللي هي my his her its your our and their، دي بنقول عليها صفات ملكيه. طب ايه هي ضمائر الملكيه؟ من I mine، من he has، من she hers، لاحظ زاد هنا اس، من your yours، لاحظ برضو زاد اس، من our ours، وكمان من their theirs. بكل بساطه حبايبي الفرق بين صفات الملكيه وضمائر الملكيه فرق بسيط جدا. صفه الملكيه لابد ان ياتي بعدها اسم، لازم حبايبي صفة الملكية دي يجي بعدها الاسم المملوك. طيب ضمائر الملكية العكس، لا يمكن ان يأتي بعدها اسم، عمرها ما هيجي وراها اسم مملوك ابدا حبايبي، لو الاسم المملوك جي معاها هيجي قبلها مش بعدها. يعني شوف كده بقولي this is my book، يعني ده كتابي، طبعا book هنا الاسم جي ورا ماي، لكن لما حب يجيب mine قال this book is mine، ما ينفعش اقول this is mine book، وده هو الفرق ما بينهم، واحدة لازم يجي وراها اسم والتانية مش ممكن يجي وراها اسم. تعالوا نشوف حبايبي يلا تمرينات اللي هو مدهالي على الموضوع ده. بقول له hair is long سميرة، يبقى هنا لازم ابص وراها في اسم، يبقى على طول لازم اجيب صفة ملكية. طيب ما هو دول يا مصر كلهم صفات ملكية، يبقى لازم ابص هنا على معنى الجملة. Hair is long سميرة، سميرة هنا ايه؟ منادى، يبقى اذا انا بقول لها شعرك طويل يا سميرة. طب يعني ايه ملكك؟ هتقول your، your يعني ملكك انت. نمبر 2 بقول this is Alice's bowl، يبقى it's، في هنا اسم، هتقول لي لا يا مستر، يبقى حاول it's his، يعني هي ملكه. نمبر 3 بقول لي هالا اند هند هيلب mother، هالا وهند دول حبايبي اسم جمع، صفة الملكية منهم ايه؟ هتقول لي there، يبقى هالا and هند help their mother، يعني بيساعدوا مامتهم.
طيب تعال نشوف نمبر 4. بيقول لي منى has a red dress. منى عندها فستان احمر. The red dress is. يبقى الفستان ده اكيد بتاعها ملكها. يعني ايه ملكها؟ هتقول لي hers. ولاحظ مفيش وراها اسم. نمبر 5 بيقول لي this is her new dress. يعني ده فستانها الجديد. A color is bright. خلي بالك بقى حاجة مهمة جدا جدا. يا ترى اللون ده لون ايه؟ يا ترى لونها هي ولا لون الفستان؟ هتقولي لا مستر لون الفستان. يبقى صفة المكياج من الفستان it's. يبقى لازم اقول it's a color is bright. نمبر 6 بيقول لي have a new blue car. عندنا عربية جديدة زرقاء. The new blue car is. العربية الجديدة الزرقاء دي مالها؟ خلي بالك هي بتاعتنا احنا صح؟ يعني ours. طب تعال نشوف نمبر 7. بيقول لي they do homework in the evening. انا عايز صفة الملكية من they يبقى اكيد هقول there. نمبر 8 بيقول لي this is my pen. ده قلمي. it's. يبقى هو بتاعي ملكي. يعني ايه ملكي حبيبي؟ mine. نمبر 9 بيقول لي she comes. يعني هي بتسرح. ايه hair in the morning. اكيد بتسرح ايه؟ شعرها. يبقى انا عايز صفة الملكية من she اللي هو hair. تعال نشوف نمبر 10. بيقول لي ياسر has a nice bike. يعني ياسر عنده عجلة جميلة. it's. اكيد دي بتاعته ملكه يبقى it's his. نمبر 11 بيقول لي we leave school in the afternoon. اكيد بنسيب مدرستنا احنا يبقى بتاعتنا احنا. يبقى لازم اقول our school. تاني لازم اقول our school. نمبر 12 بيقول لي they have a nice house with a garden. يعني هما عندهم بيت جميل بحديقة. The house is. يبقى انا عايز ضمير الملكية من مين حبيبي؟ من they. يبقى theirs يعني ملكهم. طب تعال نشوف نمبر 13 بيقول لي I have breakfast at home. طبعا مين اللي بيتناول؟ انا. يبقى اكيد هتناول فطاري. عايز صفة الملكية من I. my. نمبر 14 this isn't my pencil. يعني ده مش قلمي. it's. طالما قلت ان هو مش قلمي مش معقول هقول بتاعي. يبقى اكيد بتاعك انت. طب هقول your ولا yours؟ هتقول لي هنا في اسم. هقول لك لا يبقى على طول خد ضمير ملكية. نمبر 15 بيقول لي this isn't my bag. يعني دي مش شنطتي. A is brown. بقول دي مش شنطتي. انا عايز اقول بتاعتي لونها بني. يعني ايه بتاعتي ملكي بقى؟ mine. نمبر 16 بيقول لي محمد cleans shoes in the morning. اكيد محمد بينظف ايه؟ حذاءه. يبقى عايز صفة الملكية من محمد اللي هي يا حبيبي his. نمبر 17 بيقول لي father is a gentleman. هبة. father is a gentleman. هبة. خلي بالك هبة هنا قلنا ايه؟ منادة. يعني عايز اقول لها باباكي رجل نبيل يا هبة. اكيد يبقى اذا هقول لها your. ملكك يعني your. تعال نشوف اخر جملة معانا في المراجعة دي. Dina likes a small pets. بقول دينا بتحب small pets يعني حيواناتها المدللة الصغيرة. طيب يبقى انا عايز صفة الملكية من دينا اللي هي hair. وبكده حبايبي يبقى احنا انتهينا من المراجعة الجميلة اللي عملها لنا كتاب step ahead في البداية عشان يراجع لي بيها على اهم الجرامر اللي كان موجود في connect plus 4. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe. And don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة. ولما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. واستنونا حبيبي في الحلقة اللي جاية مع بداية الوحدة الاولى. شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.